مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. 558 شخص اعتنقوا دينة الإسلام في قطر، هذا ما صرح به الداعية الشيخ فيصل هاشمي بعد أسبوع واحد فقط قبل انطلاق المونديال، وهذا راجع لحسن ضيافة الشعب القطري والجهود التي يبذلونها في سبيل التعريف بالدين الإسلامي للأجانب. يسلم وفضل من الله تعالى خلال الأسبوع هذا بس، من الجمعة الماضية للجمعة هذه 558 شخص دخل الإسلام بفضل من الله تعالى، ثم في ميزان الحسنات أنتم تسببتم في دعمكم وعطائكم لنشر السنة ونشر الإسلام. تخيلوا أحدنا ما بدأ كأس العالم ومسوين في كأس العالم طاولة ضيافة استقبال المشجعين وغيرهم اللي راح يحضرون في كأس العالم، وللعلم ترى اللي أسلموا قبل كأس العالم لسه تو الناس. الحين أنا طالع أنا وأخوي يوسف عسى ربي يحفظه رايحين إلى منطقة الحسا السعودية، راح نشتري التمور والرطب والسناكات نحطها والقهوة والشاي والفالة نستقبلهم ونشجعهم ونعرفهم على كرمنا وديننا وسماحة إسلامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب أهم من السؤال. الناس اللي أسلمت وتسلم شلون طريقة تتواصلون معهم؟ عن طريق الكرت اللي تشوفون هذا الكيو آر هذا يدخل إلى محادثات شات لأحلى متابعين، يتكلم مع الدعاة، يشاركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.